السلام عليكم. إصابات آلام أسفل الظهر من أشهر الإصابات والآلام المشهورة جدا اللي بيشتكي منها كتير من الناس. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الأعراض والأسباب بشكل سريع وأفضل تمارين تقدر تعملها بإذن الله لمحاولة تقليل الألم. معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي أخصائي تغذية. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. شوف الإنترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجة تخص ألم أسفل الظهر. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه مع الدكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك، نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. مبدئيا بتتراوح الاعراض ما بين الم، تنميل مسمع في الرجل، بتحس ان في طعنه او سكينه راشقه في ظهرك مثلا، في بعض الناس بتوصف الالم بالشكل ده، بتحس ان وسطك متحزم من ورا نتيجه الالم الموجود. كل دي اعراض بنشوفها، ولكن في بعض الاعراض اللي بمجرد ظهورها الموضوع بيبقى خطر شويه ونبدا نركز فيه. لو مثلا الموضوع ما تحسنش، لان المفترض الموضوع بيتحسن خلال اسابيع بالكتير قوي، ولكن لو بعد الاسابيع دي لسه الالم موجود ساعتها كده بقى في مشكله. لو بقى في تنميل مسمع في الرجل وفي ظهر الرجل ومسمع لاخر القدم من تحت، برضه نبدا نتوجه للدكتور. لو بدانا نحس بتنميل في اماكن زي المنطقه التناسليه عند الراجل مثلا او الانثى، فبالتالي في مشكله، نركز قوي في التفصيلتين دول. اخر تفصيله ان احيانا في بعض الناس لما بتروح تكشف كمان الدكتور بيرشح لها العمليه كخيار اول. في حلقه كامله عن امتى تعمل عمليه وامتى لا، الحلقه دي يعتبر من اهم الحلقات في القناه، يفضل ترجع لها في التفصيله دي بس بالذات. طيب جميل، ايه الاسباب؟ هو غالبا بدون سبب بتظهر لي الام في اسفل الظهر، ولكن ممكن الموضوع يكون ناتج من اجهاد في العضلات والاربطه نتيجه مثلا انت طبيعه شغلك بتقعد فتره طويله، ففي تحميل على الظهر بشكل مش مباشر، في زياده في الوزن، انت حامل مثلا وبالتبعيه حصل زياده في الوزن، فكل ده بيعمل لي اجهاد في العضلات والاربطه بتاعه الظهر اللي بتسبب لي الم. او الموضوع تطور ان حصل مشكلة في الديسك او في الغضروف بتاع الظهر، غضروف الظهر او غضروف الرقبة، كل دي غضاريف، احنا بنتكلم عن غضروف الظهر بس. الغضروف ده كوسادة مثلا في النص، احيانا بيخرج السائل اللي جوه من الحزام او من الجدار او من الحاجة اللي ماسكاه، فبالتالي يخرج ويسبب لي تنميل، اللي بيعمل لي تنميل في الرجلين والم في اسفل الظهر. او لو عندي التهاب مفاصل زي التهاب المفاصل الروماتيدي مثلا، او لو شخص بيعاني من هشاشة العظام. طيب حلو، ايه عوامل الخطر؟ مش اسباب، ولكن وجودها بيزود لي من الاحتمالية. اول نقطة واشهر نقطة الوزن، لان زي ما قلت لك زيادة الوزن عامل شبه رئيسي في الموضوع ده. العمر بيجي من عند سن 30 ل 40 سنة. اخر نقطة وغريبة شوية وباكدها كتير، التدخين. احيانا التدخين هو اصلا مسؤول عن هشاشة العظام، ومسؤول برضو على ان هو بيقلل لي الامداد الدموي اللي بيوصل للغضاريف، بالتالي ممكن يحصل لي مشكله. طيب حلو، هنخش على العلاج على طول. اولا بتكشف عند الدكتور البشري اللي بيبدا لو محتاج اشعه يعملها لك، رنين مغناطيسي يعمله لك، وبعدين تبدا ترجع له اللي بيديك بقى مسكنات الم، بسط العضلات، الادويه اللي الدكتور بيكتبها لك مهمه جدا لا غنى عنها، وبعدين بتتوجه للعلاج الطبيعي اللي الدكتور بيعمل لك جلسات كهرباء، موجات فوق صوتيه، كمادات حراريه زي ما الدكتور شايفه، في تمارين يدويه حتى بيعملها بايديه، ويبدا يديك تمارين منزليه. انا هضيف لك بعض التمارين المنزليه كمان شويه، ولكن قبل ما اروح اقول لك نقطه كمان. احيانا الموضوع ما بيتعالجش برضو بالتمارين، فبنبدا نلجا للحقن كخطوه بعد العلاج الطبيعي. بنحقن علشان نقلل الالم، ولازم بعد الحقن تتابع بعلاج طبيعي، لان الحقن بفعوله بيمشي من 3 ل 6 شهور، فانت لما تبدا بعلاج طبيعي على طول الموضوع ان شاء الله يتحسن بشكل كبير. لو حتى بعد ده كمان ما نفعش، بتكون الجراحه هي الحل الاخير، وقلت لك امتى تلجا للجراحه كمان في الحلقه اللي قلت لك عليها. يلا نشوف التمارين. بالنسبه للتمارين، وركز قوي ان في تمارين هنكون عملناها قبل كده عادي، انا عايزك تعمل التمارين معايا وانت بتتفرج على الفيديو علشان تقدر تعملها معايا كان ورك اوت بنشوفه مع بعض. التمرين الاولاني، هننام على ظهرنا بالشكل اللي احنا عارفينه ده، نفرد رجلنا اليمين الاول او الشمال مش هنختلف، ونبدا نشد رجلنا علينا جامد بالشكل ده، واثبت 30 ثانيه. عملنا رجلنا اليمين، بنعمل الشمال، واثبت 30 ثانية وشد. عملنا رجلنا الشمال، ببدأ اشد الرجلين مع بعض بالشكل ده جامد.
وبثبت 30 ثانية. التمرين اللي بعد كده من نفس الوضعية دي بس وانا نايم. بتبدأ رجليك تروح اقصى اليمين واقصى الشمال. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. التمرين اللي بعد كده من نفس الوضعية بس واحنا نايمين على وشنا بالشكل ده، كأني نايم على بطني بالشكل ده، كأني بطلع ضغط بس منطقة الحوض او المنطقة دي ثابتة في الارض وبطلع بالشكل ده. 1 2 3 4 12 مرة. التمرين اللي بعد كده بقعد وضعية الطفل لما يجي يسحب بالشكل ده، كتف مع الايد 90 درجة ودي مع دي 90 درجة كده، مش 90، رجع لورا سن، نفس الكلام 90 اهو، وبتعمل الجمل اهو وتضم دي عليك كده والقطة اهو، كأن بتعمل قرش في ظهرك او قوس في ظهرك والسننة تطلع لفوق بالشكل ده، وبنعمله 12 مرة في الاتجاهين. اتناشر مرة بالشكل ده. التمرين اللي بعد كده بتمسك حزام مثلا او حتى لو سيرة باندا او استك معاك، وبتبدأ ترفع رجليك على حيطة مثلا بالشكل ده، وباستك بتبدأ تشد رجليك، تحس باستطالة في رجليك في الخلفية وفي السمانة مع بعض، وبتشد حزام استك ايا كان الحاجة، وبتثبت 30 ثانية. سيبتنا 30 ثانية عملت لك على الرجل اليمين، بس انت هتعملها على الرجلين مش رجل واحد، الرجلين دي هعملها في التمرين الجاي لان ده مهم قوي اعمله قدامك كمان تشوفه. بتنام على ظهرك بالشكل ده، بتحط رجل على رجل كده نمبر 4 كده، وبايديك تعدي من هنا ومن حوالين رجليك من بره، خليها تشوفها انت من عند ادي، ايد من هنا وايد من جوه، شفت كده انت الاتجاهين. تبدأ تشد من تحت، تشد، تبدأ تحس بشد في العضلة اللي هنا، عضلة كأنها بالظبط في نص جيبك اللي ورا، وبتثبت 30 ثانية. أقل مدة استطالة 30 ثانية، ما تقلش عن كده. كتير من الناس بيكون عندها العضلة دي شدة أصلا، لما تعمل لها التمرين ده هيساعدك بشكل كبير، وهيختفي من عندك اعراض امراض كتير جدا منها حتى عرق النسا. كنا عملنا على عرق النسا الكاذب ان العضلة دي اللي بتسبب الموضوع ده، وممكن نبقى نعيدها تاني بتمرين مختلف. عملنا الرجل الشمال، نعمل اليمين. بشد واثبت 30 ثانية. وبثبت 30 ثانية زي ما اقول، وبنعمل الرجلين بالشكل ده. اخر تمرين بنزل رجلي الاتنين جنب بعض، ايدي الاتنين جنبي، وببدأ ارفع وسط الفوق 12 مرة. بريدجينج عملناه كتير قبل كده وسهل. 1 10 12
وهي دي التمارين اللي ان شاء الله تساعدك بشكل كبير جدا. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور أحمد شامي دكتور علاج طبيعي أخصائي تغذية. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا ليك. بفكرك إنك تقدر تنتسب للقناة مادياً عن طريق زرار جوين أردوان تحت الموجود في القناة، أكونت الإنستجرام تقدر تتابعنا وتسألنا من خلاله، في متاح الاستشارات الأونلاين تقدر تتابع في صندوق الوصف تحت. والنقطة اللي بأكد عليها دايماً، إحنا هنا بنديك معلومات عامة، مش بنعالجك، مش بنعرفك عندك إيه وبس، لأ. لا الكلام اللي هنا لا يغنيك على إنك تكشف ولا إنك تروح لدكتور ولا إنك تعرف إيه المشكلة اللي عندك. بس كده، سلام عليكم.